شايفين البيتزا الجميلة ديت؟ حاجة كده واو من الآخر، ما شاء الله، طرية هشة، العجينة بتاعتها قطنية تحفة من الآخر. شايفين البيتزا وجمالها؟ حاجة كده سريعة كده من الآخر، وظهرها بسم الله ما شاء الله لونه محمر كده، حمار جميل كده، ومقرمش من تحت وتحفة جدا. وادي الحشو من جوه، طبقة الموتزاريلا احنا بنحب نحمرها كده من فوق، تبقى لونها محمري كده من فوق، تبقى تديلها طعم حلو جدا. شايفين ما شاء الله حاجة كده واو، متشبعوش منها، اكل اكل المستعجلين البيتزا ديت. وادي صينية تانية، بس انا مش محمرة وش البيتزا بتاعها هنا، مش محمرة وش الموتزاريلا هنا خالص. وادي السنون اللي عملته برضو من نفس عجينة البيتزا، حاجه كده واو، بتدوب برضو في البق. هي عجينه واحده عملت منها البيتزا وعملت منها الموتزاريلا، بس حاجه واو. شايفين شايفين طبقات السينابون من جوه عامله ازاي، حاجه ما شاء الله. معايا هنا كيلو وربع دقيق، قبل ما اقول الوصفه ما تنسوش بس لايك وسبسكرايب للقناه وشير لكل اصحابكم وحبايبكم. يلا مع بعض نبدا الوصفه. معايا هنا كيلو وربع من الدقيق، تمام، دقيق عادي جدا المخبوزات، وعندي هنا بوكونيدو، وعندي معلقه ونص كبيره سكر، وذره ملح، وعندي معلقه من البيكنج باودر. هبدا اضيف المكونات الجافه هنا كلها على بعضها، وابدا اقلبها بايديا الاول، تمام، زي ما انتوا شايفين كده. وابدأ هنا اضيف مدوبة الخميرة في كوباية مية دافية، واحط 5 معالق كبار من الزيت، زيت الذرة او اي زيت كويس يعني نوعيته كويسة. وادي كوباية مية دافية، انا بفضل المية دافية لان احنا طبعا في الشتاء، فدوت بيسهل من عملية التخمير بسرعة جدا. يعني ما شاء الله العجينة بتقعد معايا نص ساعة على ما بعمل الحاجات اللي هحطها في البيتزا او كده، بتكون خمرت معايا وبقت زي الفل. ببدأ الم العجينة بايديا زي ما انتوا شايفين. امتى بعرف اللي هي اتعجنت؟ كل ما تحتاج مية بحط لها، مش بحط المية بشكل عشوائي، لا، كل ما تحتاج مية بحط لها لحد العجينة ما تتلم وتسيب ايديا وتبقى ملمسها ناعم، وتبقى العجينة طرية ولينة عشان تبقى طيعة في ايديا، وابدأ اللي انا افردها بمنتهى السهولة. هنا انا خلصت هو اتعجن ولميت العجينة وهسيبها تخمر، ودلوقتي انا بعمل الحشوة اللي هحطها في البيتزا. انا هنا حطيت حبة من زيت الذرة، وبحط عليهم 3 بصلات مقطعين جوليان او جوانح رفيعة جدا، وعليهم قرن فلفل، تمام. وابدأ اللي انا اشوح البصل في الزيت يعني، عشان انا مش بحب البصل مكرمل، مش بحب البصل ني خالص في البيتزا، فبدل ما احطه ني فانا بشوحه مع الصدوق، ياخد من طعم كمان الصدوق، فيعزز الطعم جدا في البيتزا ويبقى طعمها حلو، تمام. انا هو بدي تشويحة للبصل مع الفلفل زي ما انتوا شايفين. وهي طريقة سهلة جدا، بدل ما تعملي بيتزا في يوم سينابون في يوم، هي عجينة واحدة وبسم الله ما شاء الله يعني، والدنيا ماشية وزي الفل. عندك ضيوف جايين، عندك مناسبة مستعجلة عايزة تعملي غدا سريع وفي نفس الوقت تعملي لولادك حاجة حلوة تفرحيهم بيها، فبتعملي العجينة السريعة دي، تبقى منها بيتزا ومنها نوع حادق ونوع حلو. هنا ببدأ أقلب في البصلة لحد ما تدبل، تخش في الدبلين كده شوية أو في السوى، تمام. هبدأ أضيف معايا هنا فلفل أسود وزنجبيل وكمون وكزبرة ناشفة، تمام. وأبدأ اللي أنا أقلب البصل، بحب أبهر البصل الأول
قبل ما احط عليه صدوق، وحطيت حبه من الملح. بس لازم قبل ما تحطي الملح تخلي بالك، لان الصدوق بيبقى فيه نسبه ملوحه برضو، فلازم تبقي مخليه بالك من الملح جدا وانتي بتحطي. تمام. هنا انا قلبت البصل بالتوابل بتاعتي الاول قبل ما احط الصدوق، ودلوقتي انا ضفت الصدوق على التتبيله. ممكن على فكره اكتفي بيها واعملها وجبه غدا لوحدها مع عيش وبطاطس محمره او شيبسي او مع مكرونه، من غير ما احط الخلطه ديت يعني على بيتزا. احطها مثلا، ممكن اعملها حشوه المكرونه بشاميل. تمام. يعني ليها كذا ايه، كذا طريقه اللي انا استخدم بيها اللي هو الصدوق اللي انا عاملاه بالبصل دوت. هبدا اللي انا اشوح كله بقى مع بعضه. تمام. الريحه طبعا طالعه ايه ما شاء الله، يعني حاجه تحفه الصراحه. هنا بقى عندي هعمل الصوص بتاع البيتزا. عندي هنا فلفل احمر كوبي، ودول فصين ثوم، وعندي طماطم مقطعاها. هاخد الطبق ده كله واروح احطه في الخلاط. حطيته في الخلاط وضربته. هجيب طاسه واحطها على النار، وهضيف فيها الميكس اللي انا ضربته دلوقتي حالا في الخلاط، وهحطه على النار زي ما انتم شايفين. حطيت عليه بابريكا، حطيت عليه بصل بودر، حطيت عليه ثوم بودر، وحطيت عليه حبه كمون، حبه فلفل اسود، وحبه كزبره ناشفه. ولو كان عندي زعتر كنت حطيت، بس انا الصراحه ما كانش عندي زعتر. وهنا حبة ملح طبعا، بس مش كتير. ماشي. وبحط هنا يعني حرف المعلقة سكر كده، وحط طبعا معلقة من الخل، بتدي مزازة كده للصوص بتاع البيتزا وبتخلي طعمه حلو جدا. وبقلبه وبسيبه لحد ما يأثر على النار ويتقل، يبقى ليه قوام كده. تمام. زي ما انتم شايفين اسيبها بقى تغلي وتاخد القوام المظبوط علشان ابدا افردها على البيتزا بمنتهى السهوله. هنا بحط معايا 3 او 4 معالق زيت. سوري كنت نسيت اللي انا اقول لكم، ان هنا بحط 3 ل 4 معالق كبار من زيت الذره على الصلصه، بتدي لها لمعان كده وبتخلي شكل البيتزا حلو كده من على الحروف. ادي دخلت في الغليان ما شاء الله. هنا بقى رحت العجينه بتاعتي تضاعف حجمها، بسم الله ما شاء الله بقت تحفه جدا. هنا بدهن صواني البيتزا باي ماده دهنيه عندك. انا هنا دهنها هنا زيت، يا دوب كده واخده مسحه كده بالفرشه. تمام. وهاخد كده قد رمانايه كبيره كده، يعني حته عجينه قد الرمانه كبيره في الصينيه الكبيره. تمام. العجينه بتلزق في ايدي، ممكن اعوص ايدي زيت او ميه علشان خاطر ابدا انا اتعامل مع العجينه، لان العجينه بسم الله ما شاء الله طريه، وانا بحب العجينه تبقى لينه، عشان لما بتبقى لينه بتدي على فكره نتيجه حلوه جدا في المخبوزات ومعظمها كمان. وهنا قد البرتقانه الكبيره. ببدا اللي انا حطيت هنا حته عجينه على قد الصينيه الكبيره، انا عارفه مقدارها قد ايه. وهنا حطيت برضو قطعه من العجين في الثانيه. شايفين العجين بسم الله ما شاء الله بيتفرد بايدي بمنتهى السهوله من غير ما افرده على الرخامه ولا حاجه. تمام. بفرد العجينه، لازم اريح، بريح صينيه، اريح صينيه يعني اريح الصينيه ديت وارجع لها تاني، واريح الصينيه ديت وارجع لها تاني، عشان تبدا اللي انت تفرد بمنتهى السهوله. ايوه انا كنت مريحه ديت ورجعت لها تاني. وبرده مريحه التانيه وارجع لها تاني لحد ما تنفرد. كل ما تريحي العجينه تريحي وتفردي بمنتهى السهوله، ريحي وافردي، لان العجين طول كل ما تريحيه كل ما يبقى ايه طيع معاكي جدا. بسم الله ما شاء الله. انا هنا بردك مريحه ديت، شوفوا اتفردت معايا وكملت فرد معايا بمنتهى السهوله. وحاولي وانت بتفردي بايديكي ان انت تخلي مستوى العجين كله مستوى واحد، يعني مش حته اعرض من حته او حته اضخم من حته، حاولي تخليه كله مستوى واحد زي ما انت شايفه كده، لان العجينه اساسا بسم الله ما شاء الله يعني ايه سهله جدا معايا في الشغل. اهو ريحت التانيه رجعت لها تاني.
مفيش اسهل من كده. بحاول اوصل العجين للحروف، تمام، واتأكدت ان كل العجين سوى واحد في الصينية زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. احنا بنسهل، بنحاول نسهل عليكم الامور والله على قد ما اقدر. وهنا جبت الشوكه وخرمت الصينيه بتاعتي عشان العجين ما يرتفعش جامد يعني في الفرن زي ما انتم شايفين. وديت الصلصه بسم الله ما شاء الله، لما سبتها على النار اهي قوامها بقى ليها قوام ميوت ما شاء الله، عشان تتفرد بسهوله على البيتزا. وابدا اللي انا اوزعها على الصينية كلها، وادي الصينية التانية برضو هبدأ اللي انا اوزع عليها البيتزا الصلصة او الصوص بتاع البيتزا، تمام. وادي الصدق اللي انا كنت عاملاه معاكم، ببدأ اللي انا اوزعه. الحشوة ديت بقى ترجع لك انتي، حط الحشوة ايا إن كان انتي بتحبيها. انتم مبدعين بصراحة، كل حاجة حلوة انتم بتعملوها بايديكم. انا بحاول يعني وانا بعمل مثلا الصينية بوزع هنا ووزع في الصينية التانية، يعني بعمل الاتنين مع بعض في وقت واحد عشان ايه اكسب وقت على نفسي، تمام. انا هنا بقى كان عندي فلفل، صراحه ما كانش عندي فلفل ولا اصفر ولا اخضر، كان عندي احمر بس بصراحه، فقطعته هنا حلقات وببدا ان انا اوزعه على البيتزا في الصينيه. وزعت الفلفل هنا وهنا برضو، زي ما انتوا شايفين. وهنا بقى كان عندي زيتون اللي هو المخلي اللي هو الحلقات دوت، ببدأ برضو اللي انا اوزعه. انا بحب الزيتون جدا في البيتزا، اي زيتون عندك اسود اخضر المتوفر عندك حطيه ايا كان. ظبطتي عجينة البيتزا، حطي الحشوة اللي انت عايزاه. هنا بقى جبنه موتزاريلا، ببدا ان انا احط على جبنه موتزاريلا. في ناس بتحب تحط مع جبنه الموتزاريلا جبنه رومي، انا كان عندي جبنه موتزاريلا حطيت على الصينيه دي جبنه موتزاريلا كتير شويه، ولكن التاني انا عندي فريق بيحب الجبنه الموتزاريلا وفريق بيحبها قليله شويه على البيتزا، فهنا هتلاقيني مزوده هنا جبنه موتزاريلا وهنا يعني مش حاطه برضو كتير في الصينيه التانيه. وزعت الجبنة على قد ما قدرت في كل الاماكن. هبدأ بقى اللي انا سيبها كده ربع ساعة، وبعد كده ابدأ اللي انا ادخلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. هنا بقى هحط حبة من الزيت على الرخامة بتاعتي، وحط حتة العجينة الباقية عشان اعملها سينابون. هبدأ اللي انا افردها على قد ما اقدر، احاول اللي انا اخليها مستطيلة، تمام، وبرضو اسيبها ترتاح وارجع لها افردها، ترتاح وارجع افردها. كل ما تريحي وتفردي بتسهلي على نفسك وبتكسبي الوقت. اديني فردت معاكم العجينه ما شاء الله. هبدا ان انا احط عليها ديت زبده بدرجه حراره المطبخ
قعدت ارب فيها كده لحد ما خليتها لينه خالص، وهبدا اوزعها على العجينه كلها. تمام، في ناس بتحب تحط زبده، وفي ناس بتحب تحط سمنه، بس انا بحب احط زبده عشان بتخليها مورقه كده الصراحه من جوه وجميله جدا. تمام، وانا عندي هنا معلقه ونص قرفه، وعندي معلقه ونص كاكاو خام، وعندي هنا سكر، وعندي هنا نسكافيه بالبندق. تمام، هبدا اللي انا الم كل دول مع بعض. ديت معلقه نسكافيه بالبندق معلقه. تمام، وعندي ايه السكر ده بقى حسب الرغبه. وبعد اللي انا الم الحاجات دي كلها واقلبها مع بعضها، بقلب الحاجات دي كلها مع بعضها لحد ما بعمل ميكس كده ما بينهم. تمام، وابدا اللي انا اوزعهم بقى ايه على وش العجينه، احاول ما اسيبش مكان مفهوش، احاول اغطي العجينه كلها بالبودر اللي انا عملته دوت. صراحة بيدي طعم حلو جدا لما بحط جزء من النسكافيه اللي هو بالبندق او بالكراميل او باي طعم بحطه مع القرفة مع كاكاو، على فكرة بيدي طعم تحفة جدا. يعني انا عايزكم بس تجربوها كده وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. هنا بسم الله ما شاء الله، بحاول انا ما اخليش اي مكان فاضي خالص، بحاول املى الفراغات دي كلها. تمام، هبدأ بقى اللي انا الم العجينة رول، بحاول طبعا العجينه طبعا عشان طريه معايا، فانا بحاول ان انا المها بحرص شويه زي ما انتم شايفين كده لحد ما اوصل لحد النهايه بقى. اهو بلم اهوت بشويش بحرص، وعشان احافظ كمان على الحشو اللي جوه بلم بلطف جدا مع العجينه، بتعمل معاها بلطف جدا. اهو خلصت ولفيت العجينه كلها، تمام ادي هيت العجينه بسم الله ما شاء الله لفيتها كلها وزي الفل. هبدا ان انا اقطعها قد كل 3 صوابع مع بعض كده، كل 3 صوابع اقطع ايه اقطع العجينه اقطع السنابون بالشكل ده، كل 3 صوابع يعني ايه مقاس 3 صوابع كده. تقطعيها وتبداي اللي انت تجيبي صينيه تدهنيها، انا كان عندي هنا صينيه دهنتها ماده دهنيه زيت برضو اي حاجه او سمنه او اي حاجه، وتبداي اللي انت ايه ترصيها وتخليها على اماكن متباعده شويه من بعضها، ما تحاوليش تلزقيها من بعض لان هي بتخمر وبتنفش بعد كده زي ما انت شايفه كده. بحاول اخلي في مسافه ما بين الواحده والتانيه. ماشي يا حبايبي، تمام. انا هنا رصيتهم وخليت في مسافه ما بينهم زي ما انتم شايفين، هسيبها تخمر نص ساعه وادخلها الفرن على الرف الوسطاني على درجه حراره 180. هنا البيتزا هي طلعتها بسم الله ما شاء الله حاجه كده واو، بس انا مش قادره احط صبعي عليها عشان سخنه مولعه جدا. الله عليها بقى وهي سخنه، احنا بص لما بنشوفها ما بنعرفش نقاوم من جمالها وهي سخنه ما شاء الله طالعه زي الفل. انا هنا بحب يعني ادي للموتزاريلا وشي كده، وادي السنابون كمان ما شاء الله طلع حاجه كده تفرح بصراحه. شايفين الطبقات، شايفين الظهر من ورا محمر وجميل ازاي بسم الله ما شاء الله. هنا بقى انا هزوق السنابون معاكم او نجرنشه زي ما بيقولوا بقى شايفين. انا كان عندي هنا صوص ابيض اللي هو بتاع السنابون، كنت كان عندي يعني محتفظه بيه. تمام، حطيته اهوت، بحاول اغطي بيه السينابون كله، على فكره بيدي طعم حلو جدا للسينابون كمان. وكان عندي هنا شوكولاته برضو بحاول ان انا اجرنش بيها اي شكل بقى، ده يعني ان انت تعملي الحاجات ديت ده ذوق منك انت، وانتوا كلكم بسم الله ما شاء الله يعني مبدعين بصراحه. وانا كان عندي هنا سوداني محمص طلعته وحطيت عليه برضو على الوش كده يدي شكل برضو، اهو بقى حاجه كده على قدنا اهو ما شاء الله. ياريت بقى ما تنسوش بقى اللايك وسبسكرايب.